إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال. يعني بعد التطاول على اللاعب المنتخب الوطني المغربي ابن جهة بني ملال الخنيفرة ولد واد الزم أشرف حكيمي من طرف الفكاهي الفرنسي الفاشي اللي ونعتو بواحد النعت ديال الكلب، عزكم الله محب وفي لأسود الأطلس السي أحمد منتصر، محب رياضي وشغوف كرة القدم، غادي يرد بقوة على هاد الفرنسي هاد الفكاهي هاد الكوميدي اللي كيعتبر نفسه قدوة. حكيمي أسد وكي نفس اللاعبين الكبار طبيعة الحال، وتيلعب في الدوري ديالو يعني الدوري الفرنسي، وكل ما كانش عنده في رجلو بطبيعة الحال ما غاديش يمشي لباريس سان جيرمان. تفضل السي مرحبا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نشكر جميع القنوات المغربية اللي انضمت مع ولدنا أخونا في هذا الموضوع ديال هذا الفكاهي اللي تينعت في رجل ديال الوقت تينعت فيه بأن كلب. هاد الناس هاد السيد هذا نيت راه جاهل. حنا عندنا الثقافه ديالنا حنا تنصاحبو مع نصراني مع انجليزي مع ويلا، عطينا العلاقه ديالنا تنعطيوها ليه من قلوبنا، ماشي بحال الخبثاء. اما حكيمي بزاف عليه باش يوصلوا. حكيمي ود المغرب حقيقي، باش ينعتو بهاد الكلمة باش يصفو بصفة رديئة ديال شي حاجة اللي ما تصورش، هو الرديء، هو كل شيء. عندو علاقة ديالو مع حكيمي، وانت مالك؟ انت شغلك؟ انت هو وحكيمي خوت، مصاحبين بعضياتهم، تيطربقوا بعضياتهم، انت اشنو؟ واش انتم بغيتو انتم مستعمرين، بغيتو تستعمرونا حتى في الرياضة، بغيتو تستعمرونا حتى في كل شيء. واش غادي نقول لهم من هذا المنبر هذا؟ ما على الله عليه ليوم الدين. وشكرا. واخا بالنسبه لي انت علاقه حكيمي ومبابي علاقه جيده، وحكيمي كيجي مبابي للمغرب وكيعرض عليه، والعلاقه ديالهم بعضياتهم يجي للمغرب ولا حكيمي يمشي لفرنسا ولا حكيمي هو المهنه ديالو شتا جوار بون جوار، مبابي كذلك حتى هو جوار. اشنو هو المشكل؟ اشنو المشكل عنده هو؟ الا بغى يدير الحلقه يدخل الجامع الفنا يدير الحلقه مرحبا به، الا بغى يصور بعد الجريالات ولا 4 دريال يجي لنا المغرب مرحبا به جامع الفنا. اما باش يتلاع على سيادو ويبدا يعير فيهم ويسب فيهم هذا غير ممكن وما نقبلوهاش منه. ولدنا حكيمي وتنعتزوا به وتنفتخروا به، وما يسوى هذاك خينا اللي قال في هذه الهضره، ما يسوى لو حاجه من الوسخ ديالو. وشكرا. اشرف حكيمي ما فرجلوش، ماشي كوير، واش الدوري ديالو اللي هو الدوري الفرنسي؟ لو كان حكيمي ما فرجلوش، لو كان ما كانش حكيمي في رجلوش، ولو كان ما يترافق معاه حتى واحد، ولكن حكيمي الحمد لله راه المهنه ديالو والحرفه ديالو هي اللي والرياضه ديالو هي اللي جعلته باش يتعرف على الصعيد العالمي. واش حنا بغينا نكونوا احسن من هاد القنوات العالميه اللي تتمجد فيه وتتكون فيه؟ لا، هذا غير صحيح. هذا تتمجد فيه احمد، ولكن تتكلم على رجليه. على رجليه وفعلا رجليه اللي تيهضروا عليه، رجليه اللي تيديروا معاه، رجليه اللي تيهضروا فيه. هو كويري من النوع الممتاز، وهزنا رايتنا رايت المغرب، وديما تيبقى ولدنا وديما تيبقى خونا وديما تنفتخروا به، لا هو لا والدي لا كجميع المغاربه. واشرف راه ولد واد الزم، ولد هاد الجهه، هاد بني ملال الخنيفره. حكيمي خويا، حكيمي هو تنعرفوه ولد واد الزم، ولد المنطقه ديالنا، والمنطقه ديالنا ما تتولد الا الرجال ثم الرجال ثم الرجال ثم الرجال. اخر كلمه تقولها مولاي احمد الفكاهي الفاشل. اخر كلمه نقولها عليه الجمع. اخر كلمة، شوف، عاش المغرب، عاش الملك. وهاد السيد هذا الا بغى في سبيل الله وبغى يصور شي دريهمات يجي عندنا الجمع الفنا يدير الفكاهه، وما باش يطول على سيادو بزاف عليه. وشكرا.
احمد شكرا جزيلا. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام يعني الصحفي الفاشل يعني السي احمد منتصر فاعل جمعوي كروي كويري ديال بني ملال بطبيعه الحال رد عليه بقوه الى بغى. والسي احمد من هذا المنبر ديال قناه الشعب قناه شوف تي في كيعرض على هذا الصحفي الفاشل الجامع الفني ديال الحلقه شويه لانه هذا هو المستوى ديالو اللي يستحق بطبيعه الحال. الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال الى اللقاء.